أخواتي والإخوان، كنشكركم على حضوركم معنا اليوم في هذا الاتفاق اللي كنعتبره مهم جدا، لأنه هو اتفاق حقا نقدر نعتبره تاريخي ما بين الجمعية والفيدراسيون وكذلك السيو اللي كيترأسه السي فيصل العريشي وبالطبع وزارة الاتصال. الهدف منه الأساسي هو بالطبع نحاولوا نقويو التنظيم، ماشي تنظيم كأس العالم هذه المرة، ولكن تنظيم اللي غيواكب المجموعة ديال يعني الكومبيتيسيون اللي جايين إن شاء الله، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. وهنا كنتكلموا على الدور ديال الصحافة الرياضية في مواكبة هاد اللقاءات اللي كيكونوا على الصعيد الوطني والدولي، والهم والنقاش اللي كان مع السيد الرئيس وصدر رؤساء الاخرين حتى رؤساء ديال الجمعيات، وان يكون احسن تمثيل للصحفيات والصحفيين خارج ارض الوطن وحتى داخل ارض الوطن، لانه غيكون عندنا واحد امتحانات جايه في 2025 و2030، والوزاره بالطبع مستعده باش يعني تجاوب هذه الدعوه اللي جاتنا من السيد الرئيس ومن الاخوات والاخوان، باش نديروا المجهودات اللازمه باش انتم كصحفيين وصحفيين في المجال ديال الرياضه يكون واحد التحسين ديال الوضعيه في هذه المباريات اللي كيكونوا على الصعيد الدولي. وحنا غنواكبوا معكم وان شاء الله باذن الله قلتها قبيله، الهدف هو الفريق الوطني يجيب الكاس، ولكن كاين هدف اخر هو ان الصحفيات والصحفيين المغاربه، لان فاش كيمشيو على برا ما كيبقاش اللون ديال المقاوله، كيولي اللون ديال الوطن، يكون احسن تنظيم للصحفيين المغاربه. خاصه ان اعتقد السيد الرئيس يمكن ياكد لي هذه المعلومه، ان اكبر وفد ديال الصحفيات اللي غادي للكوت ديفوار هو الوفد المغربي، فلهذا خص يكون احسن تنظيم كذلك. شكرا.